الجبور وسام الرأي يطمئنان محافظ صلاح الدين إسماعيل الهلوب بشراكة واسعة في ملفات الخدمات والإعمار وعودة النازحين. البيت السياسي الشيعي يعجل مشاورات تشكيل حكومة التوافق السياسي بعد العيد، والصدر يرمي كرة رئاسة الجمهورية خارج ملعب برهم صالح. ارتفاع جديد بإصابات كورونا، والكاظمية تحيي زيارة الجواد الخميس، وتطمينات بالسيطرة على أزمة الوقود خلال أيام بعد غلق منافذ التهريب. الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من السفر إلى العراق، والكشف عن مشروع تركي إيراني لتحويل حصص العراق المائية إلى فواكه وخضروات.